افهم يا بني ادم افهم، اكسبها اسمها صايره وصايره، لا تضوي حجوازي من ايدك. مظبوط، اسمع كلمه عيدة يا مسعد، بعدين امك صارت مدورت لك بين اربع خمس عيال وما حدا قابل فيك. ليش معصفه بالحاره غير هالاربع خمس عيال؟ اوهو علينا على المخ اللي ناتعه، رجعت تعد الدباجه من اول وجديد؟ ما بقى في وقت يا مسعد، قرر بسرعه. والا بحياتك ما بصير عندك مره، هاي عم فهمها. مظبوط. ليش بعد العرس الجماعي حيمنعوا جواز بالحارة؟ ساعتها عيش يا قديش. قديش؟ طيب يا عمك يشرف. السلام عليكم. سلام يا ابو الهول. اهلين اهلين يا ابو الهول. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم يا ابو الهول. اهلين اهلين مسعى. اهلين اهلين. تفضل تفضل تفضل. ايه مسعد افندي، ليش حريمكم لهلا ما شرفوا لعنا على البيت؟ شو المناسبة؟ شي؟ ليك على هالحكي ليك؟ قال شو المناسبة؟ الحريم دايرة من بيت لبيت وحريمكم قاعدة لا شغلة ولا عملة؟ عمي من الآخر وهي قدام الجميع. الليلة الليلة ها؟ إذا ما بيجوا حريمكم بيطلبوها للمستورة؟ اعتبرها طارت من إيدها. يا ريت. قصده يا ريت ما تطير من إيده العروس، مو هيك؟ مسعد بتشرف فيك يا أبو الهول. أخي لحدا يحكي عني، أنا بحكي عن حالي. هات لشوف بيضة الجواهر. ايه ضب الخنجر بالأول. عمي ما رح ضب الخنجر، منيح هيك ما رح ضب الخنجر لحتى أعرف شو جوابك، وهي عم لك ياها من الآخر. في عيلتين ثلاثة صاروا طالبين البنت ونحن ما عم نعطيهم وما عم نقول لهم ايه لأنه بدنا اياك أنت بالذات. هيك عمي أنا خارط لي مشطي مسعد، بدي أعطيه وبدي جوزه لأختي، نقلت ايه ونقلت لا، فهمت بقى؟ وإذا قلت لا بركي بدي ساويك شفتين. اخي انا ما بدي اتجوز، ما بدي اياها لك اخي، ما بدي اياها ولك. بعد ما انكشفت عليه المستوره يا عالم بيقول ما بدي ما بدي، ولك بدك بده سيف الحد ولا بعدك عيد. ونر 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 ونر. روقوا يا شباب، روقوا يا رجال، صلوا على النبي. اهلا مراد اهلا النبي. اهلا مراد اغا. منور مراد اغا. اهلين برو. نعم يا اغا. روح ابي بنزين وتعال بسرعه. امرك يا اغا. ابو البر بدي اسالك سؤال. تفضل خبرك. بما انك قريب من جناب الاغا، ما عرفت لي شو صار بالملبس لك عمي؟ أول قل لي شو صار بينك وبين حرمتك؟ والله من يوم نعرف الزعيم أبو طالب بقصتي أنا وحرمتي، وكل أسبوع زماني بيجوا بيزورونا وإيديهم مليانين، يكتر الله خيره، ومن يوم لليوم ما عادت فتحت تمه ولا بحرف. الله يعوض عليك يا عمي أبو طالب، كل قرش بعشرة. آمين يا رب العالمين.